حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من بغداد المقدم عبد الأمير المحمداوي مدير إعلام فرقة رد السريع. سيادة المقدم مساء الخير، أهلا بك معنا. بعد تحرير الموصل إذن من داعش، الهدف القادم هو تل عفر. نريد أن نتحدث بداية عن التجهيزات العسكرية، عن الاستراتيجية التي وضعت لهذه المعركة. إلى أي مدى سيتم الاستفادة من الخبرة ومن معركة الموصل وتحرير الموصل في تحرير تل عفر أيضا؟ اهلا بكم ومشاهديكم الكرام. نعم، قطاع فرقة الرد السريع وصلت لتكريم بواجب جديد وهو احتمال يعني منطقه العفر ان شاء الله. هذه المدينه يعني استراتيجيه تعتبر في تنظيمات داعش الارهابيه وهي تابعه الى محافظه سينا. وطبعا الاستعدادات جاريه وكامل لغايه اليوم، انتظار الاوامر بتقدم بتحرير ما تبقى من مدينه سنينة وهي هذه المنطقه. هذه المنطقه تعتبر يعني ايضا مركز عمليات وهي قريبه على الحدود السوريه. نعم. لكنها مطلقه من مده طويله جدا منذ بدايه انطلاق عمليه تحرير سنينة. لكن الاعداد الاجانب حسب المعلومات الاستخباريه هي ليس يعني قليلين في المنطقه. وسوف يتم التعامل معهم مثل ما تم التعامل مع مقاتلي الجانب الايمن والايسر في منطقه الموصل. نعم. طيب من سيشارك في هذه المعركه، معركه تل عفر؟ يعني يقال بانه هذه المعركه جدا مهمه، عوائل حتى ربما المقاتلين الذين كانوا في الموصل القديمه هم متواجدون الان في تل عفر، وعدد كبير من مقاتلي داعش اصبحت ربما تل عفر هي المقر الرئيسي لداعش في العراق. حجم المعركة، حجم حتى المشاركة ربما في هذه المعركة كيف سيكون؟ المشاركة سوف تكون كبيرة. نفس القوات التي شاركت في عملية تحرير الموصل هم أيضا سوف يشاركون في مقر تل عفر كامل. أيضا يعني من خاصة الشطر الاتحادية اللي احنا تابعين لها، وأيضا أطفال جزر الأرهاب والجيش العراقي. كذلك سوف يكون اسناد جوي واضح وقوي من قبل طيران الجيش العراقي والقوى الجوية وطيران التحالف الدولي. سوف تكون ان شاء الله معركة في بدايتها يتم تكوين طرق امنه لنزوح العوائل المدنيين. نعم. ومن ثم يتم مثل ما عملنا في الساحل الايمن وكانت المراهنات قويه على فشل القوات في هذه المنطقه، لكن الحمد لله تم السيطرة وتحريرها بالكامل مع تأمين منافذ للمدنيين. نعم. سيادة المقدم، يعني المعلومات تفيد بأنه كما قلت بأنه تل عفر الآن هو المركز ربما القوي أو المركز الأهم لتنظيم داعش المتواجدون فيه وعوائلهم. تحديات بالنظر إلى ذلك وبالنظر أيضا إلى جغرافيا المنطقة، هل هناك من تحديات مرتبطة أيضا بجغرافيا المنطقة؟ التحديات هي اسلوب داعش في القتال، هو اسلوب غير يعني نظامي او تكتيكات مكشوفه يعني لدى القوات المحاربه. تكتيكات هو اما يتم الاستهداف بالسيارات المخخخه ومفارده القناصين باعاقه تقدم القطاعات، كذلك الاحتماء بالمدنيين. مهما يكون المدنيين هم من عوائلهم او غير عوائلهم، سوف ايضا يكون هناك احتماء قوي وجعلهم دموع بشريه لاعاقه تقدم قطاعاتنا. طيب فيما يخص موضوع المدنيين ايضا، يعني هل ستوضع خطه اوليه لمساعده المدنيين، ربما انشاء مناطق امنه او ممر انساني امن للمدنيين الراغبين بالنزوح قبل ان يتم استخدامهم كدروع بشريه وان يحتمي بهم داعش ومقاتلوه؟ نعم، سيكون هناك حسب ما وقعت عده ممرات امنه لانقاذ المدنيين، ليس ممر واحد من اجل لا يتم السيطره عليه من قبل داعش. سوف يكون عده ممرات امنه لانقاذ اكبر عدد ممكن من العوائل المدنيه، ومن ثم يبدا عمليه تحرير منطقه تل عفر. شكرا لك على هذه المداخله معنا المقدم عبد الامير المحمداوي مدير اعلام فرقه الرد السريع، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من بغداد.